شعب مصر العظيم، إن القوات المسلحة لم يكن في مقدورها أن تصم آذانها أو تغض بصرها عن حركة ونداء جماهير الشعب المصري. وتلك هي الرسالة التي تلقتها القوات المسلحة من كل حواضر مصر ومدنها وقراها، وقد استوعبت بدورها هذه الدعوة. أنا ابنك المصري اللي في الأرض تبت، وقت ما الناس بحالها استخبت، كنت ليك الأمان والسلام. أنا ابنك الحضن اللي ساعك وضمك، اللي نصفك وصاد اللي ظلمك، شايف حبلك وأدى الكنانة. مصر الذي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهلها في رباط إلى يوم القيامة.